نشرة الأخبار الرئيسية من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم ونستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير النفط الكويتي ويناقش معه مستجدات الأوضاع والدور الكويتي الداعم والفاعل في بلادنا. وزير الدفاع يجتمع بالمفتش العام ورؤساء الهيئات لمناقشة تعزيز القدرات القتالية والإعداد الجيد لمنتسبي القوات المسلحة. الدفاعات الجوية في محور علب تسقط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية حاولت استهداف الجيش الوطني بصعدة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح اتصالا هاتفيا باللواء علي ناصر لخشع للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده في الأردن، نقل على إثرها إلى المستشفى. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن تمنياته للواء لخشع بالشفاء العاجل والعودة لمزاولة مهامه. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة نائب رئيس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها. وناقش اللقاء الدعم الكويتي الحالي والمستقبلي لليمن في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب. وحمل الدكتور معين عبد الملك نائب رئيس الوزراء وزير النفط الكويتي نقل تحياته إلى أخيه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي وتقديره للكويت أميرا وولي عهد وحكومة وشعبا على مواقفهم الثابتة في دعم الشعب اليمني وقيادته، منوها بالأدوار الأخوية للكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن وشعبها على امتداد العقود الماضية والأثر الفاعل مشاريعها في القطاعات الحيوية وأياديها البيضاء والسخية وموقفها الثابت في دعم الشرعية اليمنية. كما لفت رئيس الوزراء إلى أن المدارس والمستشفيات والجامعات ومخيمات الإيواء ومشاريع المياه والزراعة وغيرها الكثير تتحدث عن أمثلة لشواهد عظيمة خلدت الكويت في ذكرى وقلوب اليمنيين، مثمنا الجهود الكويتية في الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن واستضافتها واحدة من أطول وأعمق جولات المفاوضات التي كانت قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق لولا تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية. بدوره نقل نائب رئيس الوزراء الكويتي لرئيس الوزراء تحية القيادة الكويتية ورئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مؤكدا على موقف الكويت الداعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة والشعب اليمني وحرصها على استقرار الأوضاع وإنهاء الحرب وتحقيق السلام. كما حضر اللقاء سفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي. شدد وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري على توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق لتعزيز القدرات القتالية والمهام التدريبية والإعداد الجيد لمنتسبي القوات المسلحة في مختلف المناطق العسكرية. وقال الفريق الداعري خلال اجتماعه برؤساء هيئات وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة المستجدات الميدانية والإدارية والعملياتية أن هدفنا استعادة الدولة ومؤسساتها، وكل من يوجه بندقيته نحو ميليشيا الحوثي الإرهابية فهو منا ونحن منه. وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر ومساعد وزير الدفاع اللواء ركن صالح حسن وعبر تقنية الاتصال المرئي المفتش العام للقوات المسلحة اللواء ركن عادل الجميري، وأشاد وزير الدفاع بالأداء للهيئات
ووزارة الدفاع على امتداد مسرح العمليات في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجوانب التدريبية واللوجستية والعملياتية. وأكد وزير الدفاع المضي في عملية تنظيم المؤسسة العسكرية وضبط بيانات القوات المسلحة بما يزيد من قوتها وصلابتها وتطويرها للقيام بمهامها الوطنية بكل كفاءة وجاهزية. حضر الاجتماع رئيس هيئة العمليات اللواء ركن خالد الأشول ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء ركن أحمد اليافعي ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء ركن عبد العزيز الفقيه ورئيس هيئة التدريب اللواء ركن محمد شلالة ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء ركن أحمد المرزوقي. بحث فريق حكومي في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد البنك الدولي تعزيز جهود وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ومستوى سير تنفيذ مشاريع البنك الدولي بعد القطاعات الاستراتيجية والتنموية في اليمن. وضم الفريق الحكومي وزراء التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى البنك الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ووكلاء عدد من الوزارات المعنية، فيما ضم وفد البنك الدولي المدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي ستيفان جيمبرت، ومدير مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية وفي اليمن يوسف حبش. وتناول اللقاء مستوى تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة الممولة من البنك الدولي وخطة تنمية العاصمة المؤقتة عدن واحتياجات القطاعات الخدمية من المشاريع الإنمائية لتأهيل وتطوير البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب، وكذا جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد ومستوى الإجراءات التصحيحية وصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنك. كما تطرق اللقاء إلى حجم التمويلات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية ووضع برامج الحماية الاجتماعية وآليات دعم وخطط بناء القدرات المؤسسية والاستراتيجية الوطنية وجهود عملية الانتقال من التدخلات الطارئة إلى المستدامة. وأكد الفريق الحكومي أهمية مواصلة البنك الدولي دعمه لليمن واليمنيين وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه. من جانبه جدد وفد البنك الدولي تأكيده حرص البنك على مواصلة تقديم الدعم للإسهام بتحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في اليمن. ترأس وزير المالية سالم بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا ضم عددا من وكلاء وزراء المالية ومدراء عموم الشؤون المالية في دواوين الوزارات لمناقشة مستوى أداء عمل الإدارات المالية في مختلف الوزارات والصعوبات التي تواجهها والمعالجات اللازمة للتغلب عليها وسبل الارتقاء بمستوى العمل. وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والتقنية والإدارية، والتي تشمل صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة، وكذا استعراض جهود مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي وتعزيز الموارد العامة للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تفاعل كافة الجهات الحكومية مع ممثلي وزارة المالية عبر مدراء عموم الشؤون المالية في استكمال الطلبات الخاصة بصرف المرتبات وفقا للإجراءات التصحيحية. وجدد الوزير بن بريك التأكيد على أهمية تكثيف ومضاعفة الجهود والالتزام بالمهام والمسؤوليات من أجل إنجاح عمل الإدارات المالية في الوزارات وجهود الإصلاحات الحكومية على مستوى الدولة والتغلب على التحديات الكبيرة التي أفرزتها الحرب الاقتصادية الحوثية والحد من زيادة تدهور الأوضاع الخدمية وتفاقم الأوضاع المعيشية والمعاناة الإنسانية.
كما أكد حرص قيادة وزارة المالية على دعم ومساندة جهود إدارات الشؤون المالية في دواوين الوزارات وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها، مشددا على ضرورة الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية، وكذا رفع تقارير الأداء أولا بأول إلى وزارة المالية لمتابعة سير العمل واتخاذ أي إجراءات مناسبة لصالح النهوض بالعمل. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باديب في العاصمة المؤقتة عدن مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في اليمن ومصر وجيبوتي ستيفان جيمبرت محفظة مشاريع القطاعات الوطنية المتعلقة بعملية التنمية والاستدامة للأعوام القادمة. واستعرض اللقاء مستوى التحضيرات الخاصة بعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والمقررة منتصف الشهر الجاري، وأبرز أجندات الاجتماع ومصفوف الدعم البنك الدولي لليمن في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والتنموية. ورحب الوزير باديب بوفد البنك الدولي متطرقا إلى مستجدات الأوضاع العامة في البلاد والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في ظل الحرب في البلاد، وكذا تصعيد ميليشيا الحوثي حربها الاقتصادية ومدى تداعياتها الخطيرة على الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية بشكل عام، مشيدا بدعم البنك الدولي لليمن في مختلف المجالات. كما استعرض وزير التخطيط الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية وتعزيز الأداء الحكومي بمختلف القطاعات، مؤكدا على تعويل الحكومة على اجتماع المانحين بالبنك الدولي وإسهام نتائجه بزيادة رفع المنح والتمويلات المواكبة لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية وتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية في العام القادم. ومن جانبه أثنى المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن ومصر وجيبوتي على جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، مؤكدا حرص البنك الدولي على مواصلة دعم اليمن ومساندة جهود الحكومة وتحقيق التنمية في اليمن. شاركت بلادنا في اجتماع مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالعاصمة العمانية مسقط بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ويناقش الاجتماع عددا من الملفات الصحية المشتركة وقدمت فيها القرارات ذات الصلة. واستعرض وزير الصحة رؤية واحتياجات اليمن في عدد من الملفات، ومن أهمها ما يتعلق بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مطالبا ضم اليمن إلى هياكل وأنشطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأن يتضمن هذا القرار تقديم الدعم التقني والمادي للمركز اليمني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وتطويره، وتقوية منافذ دخول الحدود اليمنية صحيا برفع القدرات الصحية فيها للسيطرة على الأوضاع الصحية للمهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا لليمن. وقعت كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الغابون وجمهورية العراق على النظام السياسي للمنظمة الإنسانية أو الإسلامية للأمن الغذائي، أحد الأجهزة المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وجرت مراسم التوقيع اليوم على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
افتتح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول أنسنة المدن في اليمن، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإسكان الذي يصادف الثاني من شهر أكتوبر من كل عام. وجرى خلال الورشة التي افتتحت فعالياتها بحضور محافظ لحج اللواء ركن عبد الله التركي وأمين عام المجلس المحلي في لحج عوض الصلاحي وأمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي الحامد، استعرض 8 أوراق عمل حول أنسنة المدن وحقوق ملكية الإسكان والأراضي وإنشاء مساكن لذوي الدخل المحدود وإسهامات التطور الحضري. كما أكد الوزير الحريزي أهمية الورشة الخاصة بمجال الإسكان وأهمية ارتباط التخطيط بالإسكان لاستيفاء كافة متطلبات المستوطنات، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال قيام البرنامج بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات بترميم ما يقارب 1200 منزل متضرر بالحرب في المحافظات المحررة. فيما استعرضت كلمات قطاع الإسكان بوزارة الأشغال وممثل المنظمة الهابيتات في اليمن محمد عيدروس مشاريع الوزارة والمنظمة وشركاء التنمية وبمقدمتهم البرنامج السعودي في مجال الإسكان وترميم المنازل المتضررة بالحرب في المحافظات المحررة. كما افتتح الوزير الحريزي على هامش الورشة معرض صور حول المشاريع والخطط المستقبلية التي تعتزم منظمة الهابيتات تنفيذها خلال الفترة القادمة في بلادنا. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن الدكتور محمد عيدروس تعزيز أوجه التعاون الثنائي وآليات التنسيق في التخطيط والتنفيذ للمشاريع بقطاعي المياه والبيئة. كما ناقش اللقاء مستوى إنجاز الدراسة التي تقوم بها منظمة الهابيتات بتمويل من صندوق المناخ الأخضر والخاصة لدراسة مرونة وقدرة قطاع المياه في دلتا تبن على مواجهة التغيرات المناخية وكيفية معالجة تدابير التكيف المناسبة لمنشآت الري والموارد المالية في منطقة دلتا تبن والبدائل الممكنة لمصادر المياه لمدينة عدن. وأكد الوزير الشرجبي على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية والبيئية في كافة النواحي وتعزيز قدرة الوزارة والمؤسسات المعنية في وضع الخطط والبرامج حول كيفية التعامل مع التغيرات المناخية. كما أكد المسؤول في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الالتزام بالمواجهات الأساسية والواردة في وثيقة المشروع والتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة المياه والبيئة بما يخدف الأهداف النهائية لهذا المشروع بما يتعلق بالتكيف مع تغيرات المناخ واستدامة الموارد المائية. ناقش اجتماع عقد في مدينة المكلا برئاسة وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ومحافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي سبل تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس ودعم الأندية والاتحادات الرياضية بمحافظة حضرموت. وشدد الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ووكلاء في وزارة الشباب والمحافظة ومسؤولين من مكتب التربية والتعليم على ضرورة الاهتمام بالجوانب الإبداعية ومواهب الطلاب والشباب في جوانب الاختراع والابتكار، وبحث اعتماد مركز تدريب القادة وتأهيل وتنمية مهارات الشباب. رأس وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري بالمكلا لقاء موسعا ضم عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن صالح مسجدي وموظفي وكوادر مكتب الوزارة بساحل حضرموت. وخلال اللقاء استمع البكري لعدد من الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عمل المكتب والعمل على معالجتها بالطرق الممكنة، مؤكدا الحرص على مساندة وإنجاح جهود مكتب الوزارة
الوزارة وخطة عمله في تفعيل الأنشطة الرياضية المختلفة وديمومة النشاط الرياضي بمختلف المسابقات، داعيا إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل في سيل تحقيق النجاحات المشرفة التي تخدم قطاع الشباب والرياضة على مختلف الأصعدة. عقب ذلك قام الوزير نايف البكري بتفقد منشأة ملعب الفقيد بور آدم، مشددا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات والمنجزات الرياضية، موجها بضرورة إيلاء الرعاية والاهتمام بهذه المنشآت الرياضية الحيوية الحاضنة لمختلف المنافسات والبطولات الكروية والرياضية التابعة للأندية المحلية. تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة في محور علب بمديرية باقم في محافظة صعدة من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وقالت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاولت الميليشيات من خلالها استهداف مواقع قوات الجيش في المحور بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا. وقال قائد محور علب اللواء ياسر مجلي أن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجمات الحوثية وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من خروقات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا لمساعي السلام في محاولة منها لإعادة الحرب. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش مع القائم بأعمال السفير الصيني لدى بلادنا شاو تشانغ العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع. وأشار الوكيل بجاش إلى مستجدات العملية السياسية والعمل على تثبيت الهدنة وإحلال السلام، مثمنا دور الحكومة الصينية ووقوفها إلى جانب القيادة السياسية وما تقدمه لليمن في كافة المجالات. من جانبه أكدت شاو تشانغ على موقف بلاده الثابت في دعم اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، واستعداد بلاده للاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والثقافية للشعب اليمني. والآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
وإلى التذكير بأبرز العناوين في هذه النشرة. رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير النفط الكويتي ويناقش معه مستجدات الأوضاع والدور الكويتي الداعم والفاعل في بلادنا. وزير الدفاع يجتمع بالمفتش العام ورؤساء الهيئة لمناقشة تعزيز القدرات القتالية والإعداد الجيد لمنتسبي القوات المسلحة. الدفاعات الجوية في محور علب تسقط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية حاولت استهداف الجيش الوطني بصعدة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.